المزيد من المتابعه انضموا الينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مستعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير اهلا بحضرتك معنا على شاشه اكسترا نيوز في هذه الجوله الاخباريه. طبعا العديد من الملفات المهمه اللي ركز عليها الرئيس في كلمته في هذه الزياره، لكن ما ابرز الملفات اللي حضرتك بتعتقد انها مهمه ومحوريه في هذا التوقيت بين مصر وجنوب السودان؟ يعني بالاضافه الى ما ورد في التقرير الوافي اللي سمعنا اليه سوى على قناتكم حوالين المجالات التعاون الثنائي التي تشمل الصحه والري والزراعه ومساعده جنوب السودان على التعامل مع جائحه الكورونا، اعتقد انه هذه الزياره هي زياره استراتيجيه في المقام الاول. بالتاكيد حرص مصر اولا على استتباب الامن والسلام في جنوب السودان بعد التوقيع على معاهده جوبا، ثانيا من ناحيه اخرى الاوضاع في القرن الافريقي مشتعله الان وفي مخاوف زايده ان القلاقل في شمال اثيوبيا قد تمتد الى دول اخرى. زياره بتؤكد ايضا على الوجود المصري استراتيجيا في هذا الجزء الهام من القاره الافريقيه. كما تاتي زياره ايضا لتؤكد على انه مصر بتتحرك في القاره الافريقيه على عده محاور هامه لعل في مقدمتها محور دول حوض النيل. وبتسعى الى ترسيخ وجودها في دول حوض النيل ليس فقط كقوة إفريقية رئيسية وإنما كدولة تساعد على استتباب الأمن والسلام في المنطقة الحيوية في أفريقيا والمنطقة الهامة جداً للأمن القومي المصري. طيب إلى أي مدى سيادة السفير بتكون هذه الزيارات وتدعيم هذه العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية المختلفة في الدعم الدولي تجاه هذه الدول ومسار التنمية في هذه الدول وعلى رأسها طبعا جنوب السودان؟ مما نحب يعني إذا رجعنا إلى ذاكرتنا إلى الوراء قليلا خلال الرئاسة الأفريقية خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 كان السيد الرئيس يركز على عدة مجالات تصب في القضايا اللي حضرتك أصبتيها الأمن والسلم والتنمية المستدامة ولعل في مقدمتها الشراكات بين الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي من ناحية ومن ناحية أخرى مع الدول الكبرى الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والأمم المتحدة في إطار العمل الدؤوب على مستوى القارة الأفريقية لتفعيل خطة أجندة التنمية المستدامة أجندة 2063. فأنا أعتقد أنه طبعا زيارات السيد الرئيس للقارة الأفريقية زيارات في غاية الأهمية وبتعيد مد جواسر جسور التواصل المستمر بين مصر والقارة الأفريقية. وكما رأينا السيد الرئيس كان أول رئيس لمصر يزور بعض الدول في غرب أفريقيا كساحل العاج هذا العام زي هذا. نعم. فأعتقد إن تحركات السيد الرئيس أفريقيا وآخرها طبعا الزيارة الهامة التي يقوم بها سيادته إلى جنوب السودان تحركات في غاية الأهمية وتنعكس على الملف الدولي بشكل عام أو النظرة الدولية لهذه الدول. شكرا جزيلا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.